مش هتطلعي ولا ايه؟ لا مش هطلع، انا طالعه السجن. في ايه يا باشا؟ في ايه؟ مالك قفشه كده ليه؟ مش قفشه ولا حاجه، بس صراحه يعني راجعه مش شايفه قدامي، وانت شكلك رايق صراحه. وراجعه مش شايفه قدامك منين كده؟ لا يا باشا، لغايه هنا وستوب بقى. الحكومه مالهاش تسال رايحين فين وجايين منين؟ ولا انتوا فاضيين يعني فوتوا تتسلوا؟ الحكومه ما تسالش ليه مروحك، ولا غادي كفايشك، ولا عشان اتبسطت معاكي حد اتجرأي عليا. ايدك ساقعه، كنت حرام عليك. اغفى عليك يا بنت، بالراحه بالراحه. يا اخي البيت البديل والله العظيم. ده غير اقلعي يلا البرنس ده، هعمل مساج عليه ازاي؟ لا لا انت مجنونه، هو كده حلوه قوي. ما تعرجيش بقى. انا مش فاهمه انت هتتجوزي ازاي منكوسه وانت كده. انا عمري ما حد لبس جسمي. ما بلاش السهوكة. ايه مفيش راجل لمسك؟ انت مجنونة؟ لا طبعا، ده هي مرة وحيدة عمرو جه يحاول يبوس ايدي كنت هقع فيها. قعد يضحك عليا. اصلها عروسة بشمع المصنع، مش زي العرايس اليوزد. رايحة فين؟ جاية جاية. والمساج؟ انا بقى اللي حامل. لا لا ما تخرجيش. لا 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 لا، اصلها عروسه بشمع المصنع، مش زي العرايس اليوز، مش زي العرايس اليوز. ايه مفيش عفه؟ انتي بتشوحي يا بنت، بتشوحي لمين؟ انا مش بنت. ارفعي يا رد السجون. طب وحي ضمك لو وريك رد السجون دي هتعمل فيك ايه؟ كان في بحر وننزل بهدومنا. يا اختي نفسي اخلص من الهموم اللي جوايا واغسلها. نفسي اغرق يا صفيه، اغرق. وانتي يا بيرو هتروحي للمخرج بتاعك يغرقك انتي التانيه؟ هروح مشوار وبعدها هاخد دور يقدمني. مشوار ويعدي، لكن الدور ورا دور تاني ودور تالت ودور رابع. هي عمارة وبتطلع، صدقيني بعدها لا في دور تاني ولا دور تالت. ايوة يا بيتي يا بيرو تكوني بتضحكي عليا وما انتش غاوية تمثيل، تكوني غاوية مشاوير. مشاوير ايه بس يا صفية اللي انا غاويها؟ انا ما شفتش بالرجالة حاجة عدلة، ما بيشوفوش مني غير جسمي ست وبس. اولع في نفسي يعني عشان يرتاحوا؟ بعد الشر عليكي حبيبتي ان شاء الله امك. ما الست مننا لو ما حسيتش مع الراجل بالامان يبقى مالوش لازمه في حياتها. انا بقى غيركم كلكم، انا اخترت راجلي بايدي، علمته كل حاجه على ايدي، عشان كده ما كناش بنبعد عن بعض لحظه واحده. تحب الراجل يحبك، بس وانتي بتحبيه ما تنسيش ان هو عيل، كتر الدلع بيبوظه. بس احنا بقى اتخلقنا علشان ندلع الرجاله، والرجاله اتدلعنا. يا واد يا واد. وفي اللي ما دلعتوش امه بس ردعته المرجله كلتها. راجل يفدي الست بدمه بس يطلب دمها لو عصته. يعني ايه راجل؟ انا عمري في حياتي ما قابلت راجل. ده لي زمن الرجاله ده انتهى خلاص. أنا بقى قابلته، كان أحسن راجل، حبني زي ما أنا، رقاصة، راجل حلو وجدع وحنين، وفي لحظة راح وما لقيتش راجل يملى مكانه ولا يرضى بيا زي ما أنا. واضح إنه كان راجل عظيم، بس الرجالة دي خلصت خلاص. وضعت الرجالة بقى وسيرتها بقى، البنت فرحها بعد يومين وانتوا قاعدين تتكلموا على الرجاله. فرح ايه بقى؟ انتوا خليتوا فيها فرح؟ ده انتوا كرهتوني في الجواز. هو انت فرحك بعد يومين؟ اه. امال ايه اللي بعد 10 ايام؟ ده كاتب الكتاب في الازهر،
بعد منها هيسافروا يقضوا شهر العسل، انما الليله الكبيره بقى في الشبك بعد يومين. ما تزغرطولي بقى كده وافرحولي.